يقول: ما الفرق بين أسماء الله وصفاته وأفعاله؟ وهل يجوز اشتقاق اسم الله عز وجل من أي صفة أو فعل؟ الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، وكل اسم منها يتضمن صفة من صفاته، فالعزيز يتضمن العزة، والحكيم يتضمن الحكمة، الرحمن الرحيم يتضمنان الرحمة، وهكذا كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفاته. وصفات الله جل وعلا على قسمين: صفات ذاتية كالوجه واليدين، وصفات فعلية كالنزول والاستواء والعلو والخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه صفات فعلية لله عز وجل.